الانتخابات الفلسطينية المقررة في 22 مايو المقبل تبدو في مهب الريح. مؤشرات عديدة تشي بأن هناك من يريد أن يؤجل الاستحقاق في ظل عدم قبول سلطات الاحتلال إجراءها داخل مدينة القدس المحتلة. المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أشار إلى أن السلطة أبلغت شفاهيا أن إسرائيل لن تسمح بالاقتراع في القدس، وهذا ما أكده عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ. وفيما يدور الجدل في الخفايا، قالت مصادر خاصة للتلفزيون العربي إن الاتحاد الأوروبي اقترح أن تجرى الانتخابات في مقرات دولية بالمدينة. السلطة نفت أن الأوروبيين أبلغوها بأي مقترح، مشيرة إلى أن إسرائيل تعمل على تضليل الرأي العام واتهام الجانب الفلسطيني. الرئاسة بحسب المتحدث باسمها أكدت أن الانتخابات لا بد أن تتم في القدس أيضا، ملمحة إلى أن عدم إجرائها هناك يعني عدم إجرائها نهائيا. لم يعرض علينا أي عرض لا أوروبي ولا غير أوروبي. طلبنا من الأوروبيين أن يسألوا الإسرائيليين بوضوح إن الفلسطينيين يريدوا انتخابات في القدس الشرقية، لم يحصلوا على رد رسمي حتى الآن. هذا ما أبلغ به الموفد الفلسطيني إلى بروكسل. التأجيل يصطدم برفض الفصائل الفلسطينية من الأطياف كافة. 14 قائمة انتخابية أعلنت رفضا لأي تأجيل تحت أي ظرف. حركة حماس مصرة على موعد الانتخابات، وترى أن احتجاجات المقدسيين خلال الأيام الأخيرة دليل على أن الشارع هو من يقرر. التأجيل من منطلق الارتهان لموقف الإسرائيلي مرفوض جملة وتفصيلا. لا يمكن أن نتحدث عن تأجيل، يجب أن نتحدث عن كيف نجري هذه الانتخابات. موقف حماس يتماهى مع موقف قائمة الحرية التي رشحت للرئاسة الأسير مروان البرغوثي. أن مسؤولية عقد الانتخابات في القدس وفق المادة 115 من قانون الانتخابات الفلسطينية حصرا بيد لجنة الانتخابات المركزية، ولا يتعلق ولا يوجد أي بند ينص على مسؤولية للاحتلال. إجراء الانتخابات في موعدها وفي القدس بات تحديا ليس فقط بين الاحتلال والفلسطينيين، بل وفي تحديد مستقبل العلاقة بين الفصائل والرئاسة الفلسطينية.